كيف اهلا بيك معانا في اخبار اليوم، وكلمنا عن حضورك النهارده وتكريمك في ايفنت. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. المفترض ان انا بتكرم كافضل شاب، افضل مطرب صاعد شاب لعام 2019، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى. الموضوع كان بالنسبه لي مفاجاه، بس انا الحمد لله كنت مبسوط من حاجه زي كده، لان انا لسه ما بقاليش كتير في الوسط الفني. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى دلوقتي احنا خلصنا الالبوم بتاعنا، في البوم هيبقى متوفر في الفتره اللي جايه في السوق اسمه اتحداك، وان شاء الله يعني حاجه مختلفه ومحترمه. واشتغلنا مع نجوم كبار، فنانين كبار زي الفنان الكبير رامي جمال، شغالين معايا في الالبوم. الفنان الكبير رامي جمال، الشاعر الكبير احمد المالكي، الشاعر الكبير محمد رمضان، الملحن الكبير محمد منصور، في اسامي كبيره، ابراهيم شتا، اسامي كبيره شغاله معايا. فالحمد لله طلعنا شغل بشكل احترافي محترم جميل جدا هيعجب الناس ان شاء الله. عامل كام اغنيه في الشريط، وهيكون منوع ما بين الرومانسي وال عامل 13 اغنيه منوعة ما بين الرومانسي والحب والدراما والجرح، وفي انواع جديدة لسه ما يعني مش موجودة في مصر او ما اتعملتش قبل كده، ان شاء الله تسمعوها حاجات مختلفة. وفي اغنية النهاردة ان شاء الله في المهرجان هنعلن عنها جديدة باذن الله من الالبوم. انت بتحب بتفضل اللون ايه، الشعبي اكتر ولا الرومانسي اكتر ولا انا بحب الغنى كله عموما، يعني كل الالوان انا بحبها، بس بالنسبة لي اللي انا بحب اسمعه يعني كل حاجة برضه، يعني بحب اسمع الشعبي، بحب اسمع الرومانس، وبحب يعني اسمع كل الناس. بس بالنسبه لي الايدول المفضل بالنسبه لي او الستار المفضل بالنسبه لي هو عمرو دياب في زماننا ده، وتامر حسني، ومحمد حماقي، ورامي صبري، ورامي جمال ده في الزمن بتاعنا ده. احمد شيبه برضو طبعا، بسمع محمد رمضان اكيد، وزمان بسمع عبد الحليم حافظ وام كلثوم طبعا. يعني انت مزجت بين انواع كتير جدا، طب يعني ايه اللي لفتك بقى في محمد رمضان؟ هو قبل ما اقول لك ايه اللي فاتني في محمد رمضان، هو انا اوريدي عامل اغنيه واحده شعبي في الالبوم، يعني شعبي زي عدويه كده وزي الشعبي بتاع زمان، فانا عامل حاجه شعبي اوريدي. لا محمد رمضان مختلف، يعني في مكان لوحده كده ناجح، هو اجبرنا كلنا ان احنا نسمعه ونبسط باغانيه. الفانز بتوعه والهيترز بتوعه اللي بيحبوه وبيكرهوه بيسمعوه ومبسوطين باغانيه، فده نجاح في حد ذاته. لو طلبنا منك بقى اغنيه في نهايه اللقاء توجه لاخبار اليوم، فعاوزين نسمع منك حاجه. انا ممكن اقول لك حاجه من الحاجات اللي نزلت. اوكي. جه عليا وانكر اللي عملته له، وانتوا كنتوا شهود على اللي بديه له، واتجرحت بسببه ولا ما شفتونيش، يبقى خيره اللي انا هتمناه له. اشكرك جدا ونورتنا.